صباح الخير والربح وكل ما هو زين في الدنيا. انا جيت باش نقدم لك، الا كنتي حامله او كان عندك مشروع الحمل وكنتي كتفكري شنو لي برودوي اللي نوجد اللي نشري اللي يجي الرضيع ديالي اخلاق يكونوا عندي. كاينين ماركات بزاف، كاينه ماركه غاليه، كاينه ماركه رخيصه، كاينه ماركه ميان، كاين منتوجات كنا معروفين يعني ما عرفناش شنو المنتوجات اللي غتشري. هنا انا وجدت لك واحد المجموعه ديال لي برودوي اللي الماركه ما خصكش تنتبهي ليها بالمره. انا غنعطيك الطريقه اللي غتفكري فيها والمنطق اللي غتبعيه منين تجي تشري لي برودوي ديال البيبي ديالك واللي كيطابقوا كذلك على لي برودوي ديالك. نبداو اول حاجه غيحتاج ليها الابن ديالك من يلا غيخلق. اول حاجه خاص تكون عندك هو سوليوشن فيزيولوجيك او ما يسمى محلول ماء البحر اللي فيه جوج المكونات كلوغور صوديوم والماء. كنشريوهم دي دوزيت بحال هادو هانتوما. كما يمكن توجدوا الفورما لي فورما الاقتصاديه كتشريوها كتكون كبيره ياك وكتبقاو تجبدوا منها بلا سيرانغ كتكون اقتصاديه ولكن ما خاصكمش ترجعوا فيها الهواء. يعني انا منين نسحب منها الماء ما خصنيش نرجع فيها الهواء وكتبقى مده طويله. امتى كنعرفها ما بقاش صالحه؟ ملي كيبقى ليا فيها الغبره بحال الطحين هذاك الساعه صافي ما كنبقاش نستعملها. يعني هذه بخاتيك كتفتح وحده كتمسح بها العينين مناخر كدير شويه في القطر كتمسح بها النيف. هذه ضروري تكون عندك استعمال يومي كتحتاجها في الصباح وفي الليل. الاخرى قلنا اقتصاديه ولكن باش يبخاتيك يبقى لكم الاختيار. قلنا المكونات ديال هادو جوج المكونات كلور صوديوم والماء. الا كانوا كيبيعوا لكم ماركات اخرين اي ماركه قراو المكونات، مكونات هما اللي كيديروا الدور باش تسميت الماركه. يعني اول حاجه غتشري سوليوشن فيزيولوجيك ياك غتحتاجي له القطن بحال هذا الشكل. هذا القطن اولا لي كومبريس، القطن كيكون رقيق ما يكونش هذا الغليظ. هذا عنده الاستعمال ديالو هاد الكاريات هادو، وهذا الاستعمال ديالو هو باش نمسحو المناخر العين النيف. يعني هذا كيمسح مزيان ما كيتفرتتش. ها هما الاولين تحتاجو القطن رقيق القطن غليظ. هذا من يلاه كيخلق كنستعملو هاد سوليوشن هاد المحلول هذا ديال ماء البحر كيتستعمل حتى باش يتصل المناخر. يعني كديرو في هاد المنخار ومن بعد في هاد المنخار ولا انا ما كنتوش كتعرفو كتمسحو به غير داكشي على برا. فوالا. الحاجه الثانيه اللي غتحتاجها ليها الابن ديالك كتكونوا مازال في السبيطار مستشفى خصهم يدوشوا ليه اولا ملي كتجي للدار كدوشي كتخصك تاخدي ان شامبوان. انا ما غنوريكمش لا مارك هنا كتبقى لا مارك على حسب كل واحد والماركه اللي غياخذ. انتباه اللي غتنتبهي ليه هو المكونات ما تكونش لا ليست طويله صافي. وقد ما كانت الماده عباره عن جيل باش كريم قد ما كتكون خفيفه على البشره ديال الابن ديالك صافي. خدي جيل من بعد. لاش غتحتاج من بعد؟ غتحتاجي الكريم ديال لو شونج، كريم دو شونج. غتحتاجي لينيمون. لينيمون هو عباره عن زيت زيتون والماء ولكن فيه مكونات اخرين بطبيعه الحال. هو 98% كيكونوا طبيعيين ولكن كيكونوا فيه مكونات اخرين. ردوا البال مكونات تكون صغيره وهذا احسن من اي كريم واحد اخر حيت كيخلي واحد الطبقه حاميه عباره بحال واحد الطبقه ديال الزيت. يعني ملي الرضيع ديالك يعمل بيبي ولا يعمل كاكا هذا كتغسلي كتمسح به راه كينظف وكيمسح. يعني ما تحتاجيش ديري برودوي واحد اخر وكيخلي واحد الطبقه واقيه للجسم للفيس ديال الابن ديالك. زائد الاستعمال واحد اخر يمكن لك تستعمليه مثلا البوط ياك ولا لومبريل ديال البطن ديالو. بعد الخطرات ملي كيطيح له البوط كيبقى كحل واخا كتاخدي ليه الدوش واخا كتستعملي بزاف ديال لي برودوي ديال لا فارماسي ما كيتحيدلكش. هاد الطريقه سهله حيت هاد لي نيمو كما قلت لك هو عباره عن ماء وزيت زيتون زائد مكونات اخرى. هاد الماء وزيت الزيتون كيزلق يعني ملي كديري على القطن كيمسح كيحيد هذاك الوسخ بلا ما كيطيب داك البلاصه ولا كيجرحها. ملي كتشوفوا بيو اي منتوج بيو باش صافي بيو غنشريه؟ لا، غنشوف المكونات ديالو حيت بزاف د الماركات كتعمل بيو والمكونات ما نقولكش. وانتما بالنسبه لي بيبي خاصك تمشيو على دائما حاجه اللي فيها لا باز ما تفوتوش لا باز.
من بعد غتحتاجوا الكريم دو شونج. هاد لو كريم دو شونج هذا في حاله الطياب فقط، ما ديريش يعني الا كان الابن ديالك مزيان ما فيهش الطياب ما فيه حتى شي حاجه ما كنديرش هاد لابوماد، ولكن خاصها تكون عندي، خاصها تكون عندي في الساكي. وكأوبات ليا الحمرار كنديرها، ما باليش الحمرار كنكتفي بهذا فقط. وبالنسبه باش تبدلي له الى عمل الكاكا ما تحتاجيش لي لانجيت، ما تاخديهمش حيت لي لانجيت الاغلبيه كيديروا فيها بزاف ديال المكونات اللي خايبين، واخا تشوفوا 98% طبيعي داك 2% اللي بقات راه فيها الخير والبركه وهما باقيين صغار يلاه خلقوا ما يحتاجوش لي لانجيت. هنا باش قلت لكم قبيله تحتاجوا القطر بحال هذا اللي كيكون غليظ شويه، كتاخذوا طاسه ياك د الماء كديروا فيها المدافي كتمسح هكا وكتمسح له منين كيعمل كاكا، منين كيعمل كاكا. الا ما عملش كاكا هذا كافي مع هذا ما كتعملش الماء. فوالا شنو الحاجه عاود لي نهضر لكم عليها بالنسبه للمكونات اللي خصكم تنتبهوا ليها ما يكونوش في البرودوي ديالكم. فينوكسيتانول كتكون بزاف ديال لي لانجيت اللي معروفين الماركات ديالهم معروفه وكتكون فيها الفينوكسيتانول، وهذه ماركه واحد الماده خايبه للجسم. بارابين معروفه دابا. فتالات، ويل مينيرال، زيت معدني، بي او جي، سيليكون، هادو كاملين ما خصهمش يكونوا في المنتوجات ديال لي بيبي ديالكم. وخاصكم تعرفوا ان هاد المنتوجات تبينت دابا انها ضاره، ولكن ما تمنعاتش المنتوجات مازال ما ممنوعاش بالاستعمال ديالها. علاش ما منعوهاش وهي ضاره علينا؟ حيت كيقول لك ان النسبه اللي كيديروا فيه اللي كيستعملوا فيها قليله وما غضرناش، متفقين؟ غير هو انت ملي كتاخدي هاد المنتوج فيه الفينوكسيتانول، هذا فيه الفينوكسيتانول، هذا فيه البارابيني فينوكسيتانول، يعني هاد النسبه هذه اللي عطاوها كتكون قليله، انت كتاخديها ما كتستعمليها المره الاولى في الكريم، المره الثانيه هنا، المره الثالثه هنا، يعني داك بتيت دوز، دوزه صغيره دوزه صغيره دوزه صغيره كتولي دوزه كبيره وكيتاثر على الجسم. حيت باش انهم يبينوا ان هاد المنتوجات ضاره خداو 20 عام 40 عام عاد باش تثبتوا، يعني بعد تجارب على الناس اللي تبرعوا واللي قالوا ان شاركوا في هاد التجربه هذه، يعني خدات سنين وسنين باش تبينوا ان هاد المنتوجات هذه ضاره. وبالتالي من هنا 20 او 30 عام منتوجات اللي كيقولنا دابا راه ماشي ضاره كنلقاو انها ضاره. وبالتالي انا نمشي على لا باز انني ناخذ حاجات يعني بسيطه ما تكونش فيها المكونات بزاف، لا ليست تكون صغيره. وهاد المكونات هادو اللي قلت لكم انا نخلي لكم لتحت، هاد اللي باينين بارابين فينوكسيتانول، هاد الفينوكسيتانول راه كيضر الكلى خاطر بزاف. البارابين، الزيوت المعدنيه، هادو راه ماشي غير لي بيبي، الماركه اللي كتحصل مراسها راه ما كتستعملش هادشي، ما كتستعملش هاد. وكيما قلت لكم راه كي كتاخدي منتوج غالي بزاف وكتكون فيه هاد المواد هاد، كيبقى لك انت حريه الاختيار. كندوزو الحاجه اللي غتحتاجيها عاوتاني، غتحتاجي الكريم. هذا لو كريم باش تمسحي له الوجه ديالو ملي كيكون فيه الحميره، ملي كيبان لك فيه الحميره اولا في الموسم البرد كديريه. هذا كيكون منظف وفي نفس الوقت كيحيد لك داك الحميره ديال الوجه. كنديرو ما كنقيش العينين، ما كنقيش النيف، ما كنقيش الفم، هاد المناطق يبقاو حساسه، كنستعمل غير البلاصه اللي عندي فيها الحميره الوجه. في كيما قلت لكم وديما نتابه واخا بيو، انا خديت بيو في نفس الوقت كنقرا لا ليست دي زانغريديون، وهادشي كله راه بتجربه زعما تجربه. وعندي جوج ديال الوليدات وانا من النوع منين كنبغي حتى شي حاجه كنمشي نفتش عليها وكنقلب عليها، وزائد من حاجه كتفتشي عليها وكتقلبي عليها وكتفهميها ملي كتزاد لك التجربه حتى هي كتفهمي اكثر، ان باش تفادي الحساسيات بتفادي بزاف د الحاجات، باش تفادي كتشري بزاف ديال لي برودوي ما كتستعمليهمش حيت كتلقايهم غير ما صالحينش الابن ديالك ما صالحينش. و فوالا كاين واحد الحاجه عاود كاملين كنا كيصحاب لينا، ان التالك داك الغبره اللي كدار في لي فيس ضروري تشم، لا غير صحيه وما مزياناش لصحه الابن ديالنا. اذا لينا نجيت طالك ما نشريش. شنو هذا؟ هذا هو الماء اللي كنغسلو به كنديرو في القطن ياك، وكنمسحو الابن ديالنا به منين ما غاديش يدوش كنطرفو ليه به. هذا تقدو تاخدوه الا كانت المكونات فيه، يعني لقيتو واحد ما فيش هاد المواد اللي قلت لكم خذوه، ما لقيتوش خاصكم تعرفوا ان فوطه كديريها في المدافي ياك، وكتعصرها وكتمسح له وجهه وكتمسح له وليداته وكتمسح له رجيلاته، شيء كافي. بالنسبه لي كان عنده البشره شويه جافه كدهنوا له بزيت، زيت طبيعي يعني زيت كوزميتيك طبيعي يكفي. شنو الحاجه عاوتاني ضروري تكون عندكم؟ ضروري ملي تمشيو للسبيطار باش تولدوا دي معاكم مقص الضفار، كاينين شي وليدات كيكون عندهم الضفار طوال. بالنسبه للودن، قطن الودنين، القطن الودنين كنشري القطن غليظ بحال هذا الشكل هذا، هاد القطن
كنستعملو باش نقيلو الودان ديالو فقط. ملي كتبان لي داك الكاكا داك العسيل وداك داك الكاكا الماده القهويه اللي كتكون في الودنين كتكون الودن خرجاتها على برا، فهمتوا؟ يعني هي هنا ماشي لداخل، كنحيد غير هذاك اللي على برا، ما نقيش لداخل الودن، ما نقيسهاش. طبيعيا سبحان الله، طبيعيا فطره الله خلق داكشي متكامل، الودن كتدفع داكشي اللي ما محتاجاتوش كتدفع على برا، انتي كتحيدي غير داكشي على برا، واخا يبان القهوي لداخل ما مشيش نفتش عليه، هذا فاش كيتحتاج. الحاجه اللي ضروري تكون عندكم عاوتاني، ضروري يكون عندك ميزان الحراره. ميزان الحراره التقليدي هو هذا، يمكن ديرو في الفم، يمكن ديرو تحت الابط، يمكن ديرو في الليفاس. الحراره اللي كتكون بالضبط هي الليفاس اولا الخروج ديالو، كتعملوا لي هذه ياك، هذيك الخروج كتعطيك الحراره ديالو بالضبط. تحت الابط كتكون ناقصه 0.2 0.3، في اللسان كتمشي دائما، يعني الا لقيتي فيه مثلا 36.7 راه كتعرفي راه ان فيه 36.8 ولا 36.9، كتكون ناقصه شي بعض النقاط ديال لي فيس ديال الخروج كتعطيكم نيشان. دابا ملي خرجت علينا كورونا، يعني من الحاجات الايجابيه هي انهم خرجوا لنا بزاف ديال ميزانات الحراره اللي ولينا كنلقاوهم في اي بلاصه، ولينا كنلقاو هذا الشكل هذا وهذا الشكل هذا، هذا كيدار هنا في السنتيحه اللي كلشي دابا كيعرفوا، زائد هذا هادو يعني الابن ديالكم ما كيحتاج ما كتحتاجوش تعملوا له فليفيز، كديروا له غير هنا. انتبهوا كاينه الاشعه ديال اللي كاين هنا، ما خصهاش دير في العينين، خصها دير غير في هذه البلاصه، ولا كتبقاو في هذا التقليدي اللي كان عندنا هو هذا. ديو معكم هذا. شنو الحاجات اللي خاصكم عاوتاني تكون عندكم؟ دوليبران. دوليبران كتاخدوها على حساب الابن الخلوق، ابن يلاه كيخلق شحال الوزن ديالو، كيكون عندكم في يدكم في حالات ما طلعت الابن ديالكم الحراره. كنظن راني درت جوله في المنتجات كامله اللي خص تكون عندك منين غيخلق لك البيبي ديالك، من غير هاد المنتوجات هادو ما تحتاجيش تشري حاجات اخرى. نديرو الغابيل سوليوشن فيزيولوجيك، شامبو جيل يلاه كيخرج خاصو يدوش، قطن رقيق وقطن غليظ، هذا باش يمسح ليه الجسم ديالو، وهذا باش نمسح له المناخر والعينين ديالو. لينيمو عباره على الماء وزيت الزيتون زائد مكونات اخرى، او صريحين ها هو. القطن ديال الودنين، دوليبران، مقص الضفار، ميزان الحراره. بالنسبه للمشطه انا نقول لكم، بالنسبه للمشطه الشعر ديال البيبي ديالكم اللي كيخلق كتكون فيه واحد الماده قهويه، واحد الطبقه قويه بحال القشره، الا ملي كتمشط ليه المشطه الرطبه كتحيدها، الا ما كتحيدش خليوها كتبقى طبيعيا انت كتمشي. كاين اللي كتبقى له 6 شهور، كاين اللي كتبقى له عام، كاين اللي كتبقى له عام ونص، كاين اللي كتبقى له عامين، كتمشي كل كتمشيو على كتحترموا الابن ديالكم البشره ديالو امتى غتحيد وغتحيد راسها، ما تفكروش كي غديروا كي غدير التحيد. انا بالنسبه لي هادو هما المنتوجات الاساسيه اللي خاصكم توجدوا الابن ديالكم، وكيبقى لكم كنتمنى نكون فدتكم وعطيتكم معلومات اللي استفدتوا منها واللي فاتتكم. وكما قلت لكم ما ديوهاش في البرودوي غالي رخيص، لا مارك معروفه ما معروفاش، وانما يمشي عندكم منطق في بالكم هو انني نقرا المكونات، رغم ان كلشي يقول لي طبيعي وكلشي مكتوب عليه بيو، لا اسمح لي بغيت نقرا المكونات ونقرا المكونات ديالهم. وكما قلت لكم فينوكسيتانون بارابين وزيوت المعدنيه بس ماشي صحيين، السيليكون، اي منتوج فيه هاد المواد هادو راه ما خصكم تشريوه الابن ديالكم. قولي لا نجيت ما نشريش ليه، حتى ملي مثلا كيوصل 6 شهور عام كتولي كاكا كتولي كبيره، يعني الخروج ديالو كيولي كاكا كتولي كبيره، يعني باش غديروا له هاد القطن هذا والماء كتولي شويه صعيبه. هذاك الساعه كتقدي تستعملي لي لانجيت وخذي لي لانجيت، ما تكونش فيهم هاد المكونات هادو، ما قراي المكونات دائما، ولفوا انكم تقراو. فوالا نتمنى الفيديو يكون فادك، وهذا الشيء اللي بغيت بغيتك تستافدي. يلا نهارك زوين ونهاركم زوين، وسلام عليكم، باي باي.